أصدرت مؤسسة حياة كريمة تقريراً حول إنجازات القطاع الطبي بالمؤسسة، حيث نجح بالتعاون مع وزارة الصحة في إطلاق 77 قافلة طبية بمختلف محافظات الجمهورية تشمل جميع الخدمات الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى الخدمات التوعوية للمواطنين. وقد بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من القوافل الطبية نحو 53,203 مواطنين في 14 محافظة من محافظات الجمهورية. كما قام القطاع الطبي بتحويل 1,072 حالة من المواطنين إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم، وذلك خلال الفترة من فبراير وحتى مايو من العام الحالي.